بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من حصاد الأهلي. النهاردة هنتكلم على النادي الأهلي والقرعة مع الفيصلي الأردني. إن شاء الله يوم الأربعاء الساعة 8 مساء هيكون مواجهة النادي الأهلي مع الفيصلي الأردني للمرة الثانية في البطولة العربية، ولكن المرة دي بدوافع مختلفة، بمواقع مختلفة، بأجواء مختلفة. المرة الأولانية النادي الأهلي كان بلعب الفيصلي الأردني في دور المجموعات، ماتش بثلاث نقاط، ممكن يقبل الاسم على اثنين، يعني يقبل الاسم على اثنين، يعني ممكن يبقى فيه فوز، ممكن يبقى فيه تعادل. الماتش اللي جاي لازم يكون فيه مكسب، لازم يكون فيه فائز، لانه دور قبل نهائي، اللي هيكسب هيتأهل لنهائي البطولة العربية. طب ايه المتغيرات؟ المتغيرات حاجات كتير جدا. اولا الماتش الاولاني في مصر ما بين النادي الاهلي وما بين فريق الفيصلي كان داخل فريق الاهلي اول لقاءاته في هذه البطوله، توليفه الى حد ما كانت جديده على النادي الاهلي في انها تشارك مع بعض. كان في عناصر قليله المشاركه مع النادي الاهلي كانت بتشارك للمره الاولى مع بعض، كان في قله انسجام، كان في عوامل كتير جدا، ولكن في النهايه هو هي مباراه وبتحسب على النادي الاهلي، هو ده اللي حدث في هذا اللقاء. النادي الاهلي تسيد اللقاء تماما على الرغم من كل الكلام اللي انا قلته لحضراتكم، وفي الاخير خسر بهدف مقابل لا شيء، وحتى كان الهدف من خطا دفاعي كبير جدا لمدافعي النادي الاهلي، وانا مش هحمل الهدف دوت للعيب بعيد. القصه دلوقتي اختلف، ان يعني النادي الاهلي الدوافع اللي داخل بيها لقاء الفيصلي الاردني في قبل النهائي اختلفت تماما. اولا النادي الاهلي في اللقاء اللي بعده كسب الوحده الاماراتي بهدفين مقابل لا شيء، ثم قابل نصر حسين داي وفاز بهدفين مقابل هدف في واحده من كلاسيكيات البطوله العربيه. كلاسيكيات ليه؟ لان اللقاء كان الى حد كبير في صعوبات، نصر حسين داي تقدم بهدف ثم تعادل بهدف صالح جمعه، وفي الاخير هدف عمرو بركات بعد تمريره متعب السحريه، واقتنص النادي الاهلي التاهل للدور الثاني بعد ما وصل للنقطه رقم 6 وكان افضل ثاني، ودي التمريره بتاعت عماد متعب اللي اتكلمنا مع حضراتكم فيها امبارح، وهدف عمرو بركات الشهير اللي قدم بيه اوراق اعتماد كبيره جدا ما بينه وما بين جمهور النادي الاهلي. وزي ما قلت لحضراتكم البطولة العربية ليها أبعاد كتير جدا من بالنسبة للنادي الأهلي، أبعاد سياسية في مشاركة وحدة العرب، لم الشمل مصر تحتضن أشقائها العرب، وكان لابد من مشاركة النادي الأهلي ومن مشاركة نادي الزمالك، ودائما النادي الأهلي بيلبي النداء. الحاجة الثانية وهي الفايدة الفنية، إن المدير الفني إدى اللعيبة قليلة المشاركة الفرصة بإنها تثبت نفسها، فرصة انها تكتسب خبرات اكبر، تكتسب نسبة مشاركة افضل، فابتدي اقيم المستوى بشكل اعلى، لان انا داخل على مراحل كتير جدا. الصفقات الجديدة ابتدينا نشوفها بتشارك، لعيب زي وليد ازارو خد شوية في اللقاءات واحدة تلو الاخرى، ابتدى الناس دلوقتي بتنادي بوليد ازارو على الرغم ان هو من الناحية الفنية انت ما ينفعش تقيمه لانه لسه حتى ما كملش اسبوع تدريب مع النادي الاهلي منفصل من غير ماتشات، ده الراجل جه من الدار للنار. ولكن في القيمه الكبيره لوليد ازارو، شوف بيتحرك ازاي، شوف خفته، شوف الانطلاقات، شوف ذكائه، لعيب ذكي، والفرود الذكي اهم حاجه في راس الحربه انه يبقى عنده مستوى كبير جدا من الذكاء. الذكاء في ايه؟ في انه يتعامل ازاي، يتحرك في المساحه الفاضيه، يطبق الشغل الفني اللي قايله له الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري، يبتدي يشوف مصادر الخطوره فين، النواحي الدفاعيه الضعيفه في الخصم فين، ويبتدي يتعامل معاها. وكل ده انت شفته في وليد ازارو، فابتدى الناس يبقى في ما بينها وما بين ازارو يبتدي يبقى في قصه ما بين جمهور النادي الاهلي وازارو، فابتدى الحوارات تكتر على ازارو. وزي ما شفنا حضراتكم في كل البرامج احنا هنا في قناه النادي الاهلي اول من ابرزنا دور وليد ازارو انه فرد منتخبات، تحدثنا من قبل يعني ايه الفارق ما بين فرد منتخبات وفرد عادي. فرد المنتخبات هو الليفل اللي وصل فيه النادي الاهلي في الفتره الاخيره من اول ايفونا مرورا باجاييه حتى كوليبالي الهارب حتى وليد ازارو، دول ليفل كلاس اي في افريقيا. طبعا كلاس اي بلس اللي بيذهب الى اوروبا اللعيبه بقى تقال جدا، ولكن انت ابتديت تجيب ليفل ما كانش موجود قبل كده في الدوري المصري، وكان صعب ان انت توصل له لان كانت افريقيا برضو الصراحه في الفتره اللي فاتت صعب انها تكتشف.
النادي الأهلي في هذه الفترة بيقدم صفقاته اللي موجودة في الفريق، ابتدى يضم العناصر اللي موجودة في لقاء الفيصلي الأردني ولقاء الوحدة ثم ذهابة إلى نصر حسين داي وبعد كده الفيصلي الأردني مرة تانية. فريق الفيصلي الأردني فريق محترم، فريق معاه مدير فني على أعلى مستوى، راجل منظم فاهم كويس قوي إمكانياته، بيلعب على قد إمكانياته، دي الأهم، إنه ما بيفتحش الجيم، بيلعب على طول كومباكت ديفنس، يعني بيلعب دفاع متكتل وبيعتمد على الثلاثة اللي قدام هم أحمد أكرم الزوي واللاعب البولندي لوكاس ويوسف الرواش ده، ودول أهم ثلاث عناصر هجومية لفريق الفيصلي الأردني. طبعا لقاء نتمنى النادي الأهلي فيه التوفيق لأنه هيبقى محطة للوصول لنهائي البطولة العربية. مهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي برضو طلع وصرح تصريح بأنه ثقته كبيرة جدا في الفوز على الفيصلي ويدعم فريقه وتحقيق اللقب العربي، وقال أنه إن شاء الله يوم الأربعاء هيكون كل الدعم من قبل مجلس الإدارة مع الفريق، وشدد أن النادي الأهلي قدم مباراة جيدة في ختام منافسات دوري المجموعات بالبطولة العربية أمام نصر حسين داي وعكست مدى وروح اللاعبين القوية وسعيهم للصعود وتحقيق لقب البطولة العربية. أشار المهندس محمود طاهر ثقته الكبيرة في تحقيق الفوز واستكمال مشوار المنافسة على لقب البطولة العربية اللي بعد أن باتت الجماهير متشوقة لهذا اللقب، وأتم رئيس النادي الأهلي حتى الآن الأهلي حقق أهدافا كثيرة من المشاركة في البطولة العربية، لعل أهمها كانت مضمون الجهاز الفني على الصفقات الجديدة وكذلك العناصر التي غابت عن المشاركة لفترة طويلة بسبب ضغط المباريات. وده بيلخص الكلام والبداية اللي أنا قلتها لحضراتكم في بداية الأخبار وبداية كلامي مع حضراتكم. هكمل مع حضراتكم أخبار النادي الأهلي الخاصة بلقاء الفيصلي الأردني في دور قبل النهائي للبطولة العربية. النادي الأهلي ضم 20 لعيب 30 لعيب للقائمة، 30 لعيب فيهم كذا لعيب يعتبر جديد على قائمة البطولة العربية حددهم مع حضراتكم: شريف إكرامي، محمد الشناوي، أحمد عادل، عمر الرضوان، أحمد فتحي، محمد هاني، رامي ربيع، محمد نجيب، صابر الرحيل، علي معلول، حسين السيد، حسام غالي، حسام عاشور، أكرم توفيق، عمرو السولية، عبد الله السعيد، صالح جمعة، عمرو بركات، أحمد حمودي، إسلام محارب، أحمد الشيخ ومؤمن زكريا، كريم ندبد، وليد أزاري، عمرو جمال، عماد متعب، وأجاي، ميدو جابر، أحمد ياسر ريان، وباسم علي. إذن عندنا سبع أسامي من الأسامي التقيلة من العيار التقيل من اللعيبة اللي كانت واخدة راحة من قبل الجهاز الفني. كابتن حسام البدري كان مديهم راحة عشان المشوار النادي الأهلي طويل، لسه المشوار طويل، الموسم لا ينتهي في الكرة المصرية، لسه في قبل نهائي سموحة في كأس مصر ولسه دوري أبطال إفريقيا مواجهة الترجي في دور الثمانية. السبع لعيبة دول كابتن حسام البدري ضمهم مع القائمة اللي كانت موجودة بالفعل في البطولة العربية وشاركت في اللقاءات الأخيرة، وحتى طبيب النادي الأهلي قال إن عماد متعب خارج حسابات الفيصلي الأردني ولكن كابتن حسام البدري ضمه بحيث ان هو يكون جاهز في حاله ان شاء الله صعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه عشان يكون جاهز في المشاركه للفريق. الجهاد العضله الخلفيه يعني اشتكى منه حسام متعب. طيب احنا معانا مراسلنا حازم البرعي مراسل قناه الاهلي. مساء الخير يا حازم. مساء النور زميلي كابتن محمد فاروق. عايز اعرف منك اخر اخبار النادي الاهلي خاصه ان انت كنت متواجد في تمرين الفريق اليوم. النهارده فعلا كان مران قوي جدا، كابتن حسام البدري قاده النهارده، بدا المران الساعه 6:30 تماما، بدا بمحاضره فنيه قصيره في نص الملعب اكد خلالها كابتن حسام البدري على اهميه الفوز في الفتره القادمه بمباراه بدايه بمباراه قبل النهائي امام فريق الفيصلي. المران النهارده شهد تجمع جميع اللاعبين، يعني النهارده تواجد كل اللاعبين حتى المصابين زي سعد سمير اللي اكتفى بتدريبات الجيم، وليد سليمان وهشام محمد ادوا تدريبات بدنيه جري حوالين الملعب ومع كابتن ابو العيله تدريبات تاهيليه، كابتن حسام غالي ومحمد نجيب ادوا تدريبات استشفائيه، ومعاهم مروان محسن اللي بدا التدريبات التاهيليه من فتره. يعني
طيب السبع لعيبه اللي شريف اكرامي، احمد فتحي، علي معلول، حسام عاشور، عبد الله السعيد، احمد الشيخ، ومؤمن زكريا، شاركوا بشكل قوي في التمرين؟ شاركوا في المران كامل والتقسيمه، وكانت تقسيمه قويه جدا، شارك فيها جميع اللاعبين اللي حضرتك قلتهم عن دلوقتي. طيب وعماد متعب، هل الشكوى يعني هل كان في حديث ما بينك وما بين الدكتور خالد محمود على مدى اصابه متعب؟ لا، هو ما كانش في حوار بيني وبين دكتور خالد، لان كان المران كان شغال واحنا تابعنا كابتن عماد متعب وهو في داخل الجيم يعني. يعني هو كان ما شاركش في المران لانه كان بيشتكي من العضله الاشد من العضله الخلفيه. بالظبط كده. طيب هل كان في محاضره ما بين الكابتن حسام البدري واللعيبه قبل المران او بعد المران للتحفيز؟ كان في قبل المران فعلا، وقف ارض الملعب قرابه الربع ساعه، كان في محاضره فنيه القاها كابتن حسام البدري واكد خلالها على اهميه الفوز بالمباراه ان شاء الله باذن الله. طيب حازم، بصفه وجودك جوه التمرين وكنت قريب من اللعيبه، شايف الحاله العامه للعيبه النادي الاهلي ماشيه ازاي؟ هل في تفاؤل؟ هل في زي ما تقول كده ثقه؟ ولا كنت شايف اللعيبه الى حد ما متخوفه؟ دي بتفرق جدا مع الجمهور، بيبقى حابب يعرف النوعيه دي. لا بالعكس، اللعيبه فعلا فرحوا كمان النهارده ان القرعه وقعتهم مع فريق الفيصلي الاردني. ايوه انت عارف الماتش الاولاني كان ليه ظروفه الخاصه، ايوه من غيابات كتيره من لعيبه بقى لها فتره طويله ما شاركتش في المباراه بشكل اساسي. ايوه الظروف المره دي اختلفت. الماتش الاولاني كان ليه ظروف كمان، سوء تحكيم حرم النادي الاهلي من هدف صحيح من ضربه جزاء لم تحتسب، كان في اخطاء تحكيميه كتيره، ومع ذلك ما حدش طلع علق على الموضوع ده من اللعيبه او الجهاز الفني، ان هم عندهم ثقه ان شاء الله باذن الله ان الاهلي هيكمل وهيكسب البطوله ان شاء الله باذن الله. فكان فرحانين النهارده ان القرعه الو ايوه انا معاك يا استاذ حازم، اتفضل. ان القرعه وقعتهم مع فريق الفيصلي، وان شاء الله باذن الله هنشوف اداء غير خالص باذن الله. زميلنا العزيز حازم البرعي رئيس القناه الاهلي، بنشكرك شكرا جزيلا، وتغطيه وفيه لمران النادي الاهلي. 25,000 متفرج للقاء الاهلي والفيصلي. الحاج عامر حسين رئيس لجنه المسابقات باتحاد الكره وعضو اللجنه المنظمه اكيد للبطوله العربيه، اكد انه تم الاتفاق على زياده الحضور الجماهيري للقاء الاهلي والفيصلي في نصف النهائي. واشار الحاج عامر حسين انه عقد اجتماع بعد القرعه مع الجزائري محمد روراوه واتفق على الخطوط العريضه للمباراتي الدور قبل النهائي، واضاف انه تم الاتفاق على اقامه الاهلي والفيصلي يوم الاربعاء بحضور 25,000 متفرج في برج العرب. عشان تبقى واضحه جدا، من اهم عوامل فوز النادي الاهلي على نصر حسين ضاي كان وجود جمهور النادي الاهلي. من اهم عوامل فوز النادي الاهلي في كل لقاءاته عبر تاريخه كان جمهور النادي الاهلي، وطالما جمهور النادي الاهلي موجود يبقى اطمن، لان الفرقه بتحس بيبقى احساس تاني خالص بالنسبه للعيبه في وجود الجمهور الداعم، ودائما اللاعب رقم واحد في صفوف النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي العظيم. نكمل مع حضراتكم غالي ورامي ربيعه في التشكيلة المثالية لدور المجموعات للبطولة العربية. طبعا ده بالنسبة لنا احنا مش مفاجأة، ولكن بالنسبة لناس كتير جدا كانت كثيرة الانتقاد خاصة لرامي ربيعة وحسام غالي، ده رد قليل جدا منهم في الملعب. التشكيلة في حراسة المرمى كانت معتز ياسين من الفيصلي، وده من أهم العوامل ان هو يتاخد لقاء النادي الأهلي. متعب المفرج من الهلال السعودي، رامي ربيعه من الاهلي المصري، علي المشاني الترجي التونسي، خط الوسط حسام غالي الاهلي، هيثم فعور العهد اللبناني، ايوب تكومه من الفتح الرباطي، وغيلان الشعلاني من الترجي، وفي الهجوم محمد فوزير من الفتح الرباطي، لوكاس المهاجم البولندي للفيصلي، وعبد الكريم القحطاني من الهلال السعودي. ده كان التشكيل المثالي لفريق الدور المجموعات من البطوله العربيه، في اثنين لعيبه من النادي الاهلي، وده حاجه جميله جدا ومهمه، وبتعكس ان مدى تقدم رامي ربيعه وحسام غالي اتكلمنا عليهم كتير جدا. رامي من اللعيبه المدافعين المودرن اللي عنده باس بيقدر يبتدي هجمه، برضو عنده صلابه دفاعيه قويه،
حسام غالي كابتن وقائد وممرر رائع، وده اقل حاجه ممكن نقولها على الكابتن حسام غالي. طبعا حاجه جميله جدا انه يكونوا في التشكيله المثاليه. معانا خبر بيعكس الجانب الاجتماعي للنادي الاهلي، بيعكس ان النادي الاهلي دائما حريص على دعم كل من موجود في الجمعيه العموميه، كل من يتواجد في الجمعيه العموميه النادي الاهلي بيبقى له دعم. طبعا مهندس محمود طاهر كان حريص على تكريم الاميات المثاليات، ومجلس الاداره كاملا برئاسه مهندس محمود طاهر حرص على حضور حفل تكريم الامهات المثاليات اللي اقيم امس الاثنين بمقر النادي الاهلي بالجزيره. حضر الحفل السيد كامل زاهر امين الصندوق واعضاء المجلس عماد وحيد ومروان هشام ومحمد جمال وليل، بالاضافه الى اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي، واللواء طارق الدروي مدير فرع الشيخ زايد، واللواء اسامه سامي مدير فرع مدينه نصر، بالاضافه الى الامهات المثاليات واسرهم في جو اسري جميل اعتاد عليه النادي الاهلي واختلطت فيه طبعا الابتسامات. انطلق الحفل بكلمه من المهندس محمود طاهر اكد فيها على سعادته واعتزازه بتواجده في هذا الحفل، خصوصا ان تكريم الامهات شيء عظيم نظرا لدورهم الكبير في الحياه. واشاد رئيس النادي الاهلي ان الامهات هن مصنع البطولات ويشرفن على تربيه اجيال، مشيره الى فخره الكبير بتكريم الامهات المثاليات ومتمنين لهم دائم التوفيق. حاجه جميله جدا وحاجه مهمه والجانب المجتمعي والانساني من قبل مجلس اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي اللي دائم الحرص على دعم الكل في الجمعيه العموميه. الخبر القادم هو خبر بيعبر عن بطلة، بيعبر عن نجمة ابتدت تشق طريقها بشكل مهم جدا وبشكل عظيم جدا في السباحة. رياضة السباحة من الرياضات الصعبة، من الرياضات اللي بتحتاج مجهود كبير جدا، لأن أنت رقم واحد خصمك هو الأرقام، وعشان السباحة لغة أرقام نجمتنا الكبيرة فريدة عثمان اللي حصلت على برونزية بطولة العالم في المجر وأول بطولة دولية بشكل كبير جدا نحقق فيها ميدالية. فريدة عثمان اللي حضراتكم شايفينها اتولدت في أمريكا في ولاية إنديانا، ولكن هي أصرت على اللعب باسم منتخب مصر. هي كان عندها منحة في جامعة يونيفرسيتي بيركلي في كاليفورنيا وحققت البرونزية بعد ما حققت رقم 25 ثانية و 39%. وصراحة المهندس خالد عبد العزيز أعلن إطلاق اسم البطلة فريدة عثمان على مجمع السباحة بمركز شباب الجزيرة. دي حاجة جميلة جدا ولكن مش كفاية، لأن نجمة بحجم فريدة عثمان محتاجة دعم من نوع خاص، محتاجة برنامج من نوع خاص، محتاجه زيها طبعا زي نجمنا احمد اكرم اللي كان بيشارك ونتمنى ان هو يحصد ارقام افضل من كده. ولكن فريده انت بتتكلم على امال ميداليه، بتتكلم على رياضه انت كنت بعيد تماما على ان انت تحقق اي شيء فيها، وعلى المستوى الاقليمي جنوب افريقيا سابقاك بكتير جدا لاسباب كثيره جدا وهي الاعدام. ففريدة وصلت لهذا الليفل لما كانت بتتدرب في أمريكا على يد مدربة المنتخب الأمريكي بنفسه اسمها تاري ماكفيري. دي مدربة المنتخب الأمريكي كانت بتشرف على تدريب فريدة في هذا الوقت، وحتى في حوار فريدة مع الإعلام المصري قالت إنها لازم إنها ترجع مرة تانية تكمل الدعم والمعسكر التأهيلي بتاعها في أمريكا عشان تستعد لأولمبياد طوكيو 2022. واعتقد ان هو ده الاهم من ان احنا بس نحط اسمها على مجمع السباحه في مركز شباب الجزيره. طبعا ده حاجه ادبيا ومعنويا كويسه، ولكن احنا دلوقتي محتاجين الحاجه العمليه اكتر ما احنا محتاجين الحاجه المعنويه، لان احنا بنخطط، احنا نطمح ونامل، وليه لا ما يكون عندي سباحه بهذا الشكل، لما يكون عندي حاجه فيها امل. حتى كل السباحات بمن فيهم رانيا علواني طلعت وصرحت ان دي افضل سباحه في تاريخ مصر. لازم يكون لها برنامج بشكل خاص، ولازم اتعلم كوزاره الرياضه اني لما يكون عندي كادر بروميسنج في امل منه
لازم يتحط له خطه مختلفه، لان انا ممكن اشارك في لعبات كتير ودي حاجه جميله ان انا اشارك في لعبات كتير، ولكن انا في مصر ما بيطلع لي سباح الا كل فين وفين بهذا الليفل او بهذا المستوى، ان انا اكون طامح وامل ان يقدر يحقق لي بطوله ويقدر يحقق لي مركز ويقدر ينافسني اعلى الاسامي في العالم. واحنا معنا على الهاتف كابتن محمد النجار مدير مدرب السباحه في نادي كازو في كندا. مساء الخير كابتن محمد. مساء كابتن محمد فاروق، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، مشرفنا. تمام، الله يخليك. انا كنت بتكلم على فريده عثمان، سباحه طبعا من تراث فريد، صراحه حققت لنا انجاز كبير جدا للرياضه المصريه وانجاز كتير كبير جدا للسباحه المصريه. كنت عايز اتكلم معاك، يعني بطله زي ديت ازاي حققت الانجاز بالتدريب في امريكا؟ طبعا احنا اولا بنشكر فريده عثمان، بنوجه لها الشكر هي وكل العاملين عليها لانها توصل لهذا الانجاز. فريدة عثمان سباحة قوية جدا من وهي صغيرة، كل المدربين اللي كانوا شايفينها كانوا متوقعين لها مستقبل قوي جدا في لعبة السباحة نتيجة لبنيانها القوي منذ الصغر. هي كانت خامة كويسة، المدربين كلها كانوا شايفين ده فيها. فريدة عثمان راحت أمريكا من 4 سنين، جالها سكولرشيب في جامعه في امريكا نظرا لان هي كانت متفوقه في رياضه السباحه. خضعت للنظام التدريب الامريكي، نظام التدريب الامريكي نظام قوي جدا جدا، سيستم ما فيهوش اي نوع من انواع الخلل. هو يعني طب كابتن محمد بصفتك انت يعني مدرب سباحه في كندا، يعني ايه الفوارق ما بين ان انا بتدرب في امريكا وان انا بتدرب في مصر في رياضه السباحه؟ ايه الجديد اللي بيضيفوه لي هناك؟ لا هم عندهم طبعا جديد، بس هي القصه هنا بس مش في الجديد، هو القصه هنا ان في منظومه بيديرها الاتحاد، منظومه بيديرها الاتحاد الامريكي المسؤول عن السباحين ككل، سواء سباحين الجامعات او سباحين الاتحاد نفسه. نعم. هي فريده في امريكا تابعه بتتمرن تابعه للجامعه بتاعتها. المدير الفني بتاع الجامعه هي المدربه اللي كانت موجوده معاها في البطوله في بودابست. ايوه طبعا هي متابعه ليها في كل مكان، اي بطوله بتلعبها باسم الجامعه فهي موجوده مع المدرب بتاعها، سواء لعبت باسم منتخب مصر بتبقى متواجده معاها برضه في كل البطولات، لان هي المدرب المسؤول عنها. ايوه عنها من الناحيه التدريبيه، سواء النتيجه الرقميه او الناحيه التدريبيه من الاول للاخر. يعني بالنسبه لان فريده تواجد اصلا تواجدها في جامعه في امريكا ده علشان هي مميزه، هي كانت مميزه وهي دخلت سكولرشيب لانها كانت مميزه في رياضه السباحه. نعم. ده هو هم كانوا عارفين ومتوقعين لها انها هتبقى افضل من كده، ولذلك هي بقى خضعت للاختبارات علشان تدخل لازم بتعدي باختبارات الجامعه بتديها عليها، بتبقى اختبارات بدنيه في اتجاه الرياضه بتاعتها واختبارات علميه في اتجاه الجامعه اللي هي هتدرس فيها. وبالفعل هي عدت، ومش هي لوحدها بس اللي في امريكا كابتن محمد، في ناس كتيره جدا في امريكا، مثال احمد اكرم. انا كنت لسه هسالك على احمد اكرم. احمد اكرم سباح عز ما شاء الله، وان شاء الله احنا متوقعين له برضو على قريب العاجل ان شاء الله نتائج احسن من كده. هو الحمد لله ماشي كويس قوي وعامل تطور كويس جدا في ارقامه في فتره قليله، هو ما بقالوش كتير في امريكا. يعني احنا متوقعين له ان هو باذن الله الفتره الجايه يخش على الميداليات بقى، هو خلاص قرب يعني. سبق ال 400 حره بتاعه، سبق اساسي من السباقات المهمه جدا جدا، سبق ال 800، سبق ال 1500، ده سبق اولمبي، واحنا ان شاء الله نتوقع له في طوكيو 2020 باذن الله يكون من ضمن الميداليات ان شاء الله. عندنا برضو سباحين اقوياء جدا امثال علي خلف الله، سبق بيلعب سبق 50 وال 100 حره، سباح قوي جدا جدا وبرضو كان خاضع للنظام الكندي وبعدين راح امريكا هو دلوقتي. وفي برضو مروان قماش ويوسف قماش دلوقتي برضو في امريكا. كابتن محمد النجار مشكورك شكرا جزيلا، مدرب نادي كازو بكندا، صراحه شرح لنا الفوارق، شرح لنا ازاي فريد عثمان، ايضا ادانا امل في احمد اكرم سباحنا ان شاء الله الصاعد
انه يحقق لنا حاجه في طوكيو 2022. احنا مكملين مع حضراتكم اخبارنا وبنروح لخبر ان معتز اينو بينضم لراس الخيمه الاماراتي. راس الخيمه الاماراتي نجحوا في الحصول على توقيع معتز اينو مدافع وسط الاهلي السابق واللي راح العديد من الانديه، خبره كبيره جدا بالنسبه لمعتز اينو. وكان الكابتن ضياء السيد المدير الفني احد مسؤولي النادي بيشارك على طبعا في الدوري الدرجه الثانيه، كان حاضر هذه الجلسه لتوقيع معتز اينو. اتمنى له التوفيق، تجربه جديده نادي راس الخيمه في الامارات، وان شاء الله يكون دور كبير جدا في الفتره المقبله. ايضا هنروح بقى على الصفقات وسيموني ورغبه برشلونه على ضم جريزمان، ومعنا على الهاتف طبعا الناقد الرياضي احمد فاروق. مساء الخير يا ابو حميد. كابتن محمد وحشني، وفي اخبار كتير جدا بتتعلق على صفقه نيمار ومن هو بديل نيمار. ابتدينا نسمع جريزمان، ابتدينا نسمع كوتينيو، ابتدينا نسمع اسامي ثانيه، ولكن هل تمت صفقه نيمار بالفعل ولا لسه فيها كلام؟ مبدئيا انت وحشني طبعا اكتر، وسعيد بيك وكل مشاهدي قناه الاهلي. هي الامانه طبعا صفقه معقده جدا بسبب المبلغ الضخم، واللي ما كانش حد يتخيل انه يحصل في وقت قريب. يعني احنا مع تطور الصفقات قلنا ممكن نشوف صفقه ب 120 مليون ب 150 مليون، لكن ان نادي يجرؤ ان هو يدفع 222 مليون ده كان شيء مفاجئ. علشان كده طبعا الصفقه فيها حسابات كتير. يعني الاتفاق خلاص تم، كل الاخبار بتقول ان الاتفاق والبنود الشخصيه خلاص حسمت ما بين نيمار وبين باريس سان جيرمان، لدرجه ان الاخبار خرجت النهارده ان خد باريس سان جيرمان خد موافقه رسميه من السلطات الفرنسيه على الحفل المنتظر تقديم نيمار فيه واللي هيكون عند برج ايفل، وكمان اتفقوا على اجراء الفحوصات الطبيه في قطر في اسباير. فكل البنود تم الاتفاق عليها، لكن اعتقد ان هو بس منتظر خلال ساعات ان برشلونه زي ما بنقول كده بالبلدي يامن نفسه من ناحيه ان هو ما فيش عقوبات، او في يعني يرتب اموره ويشوف مين اللاعيبه اللي هيبيعها عشان يغطي الصفقه. فانا اعتقد ان الصفقه وشيخه جدا، وربما خلال يوم او يومين بالكثير يتم الاعلان عنها رسميا. بس احمد يعني العقوبات كان من الممكن تبقى في طريق بي اس جي او باريس سان جيرمان، ولكن هم راحوا من ناحيه ثانيه. يعني هم عشان بس الناس تبقى مركزه معانا، ان باريس سان جيرمان ما عندوش من التغطيه النقدية اللي تساوي العقد بتاع نيمار اللي هو 222 مليون جنيه، ده زائد بقى الراتب بتاعه، ده غير الفلوس بتاعه والده اللي هو الوسيط اللي هياخد اكتر من 40 مليون يورو. فاضطرت مؤسسة قطر انها تروح تعمل معاه عقد رعاية ياخد هو الفلوس ويسددها بنفسه. هو ده الكلام اللي رائج. هل انت شايف ان دي بقت طريقة جديدة في كرة القدم؟ والله الطريقة دي اوريدي موجودة مش جديدة. عقود الرعاية ارتفعت بشكل مفاجئ جدا، زي ما شفنا مثلا عقد مانشستر يونايتد مع احدى شركات السيارات الشهيرة جدا، وبعض العقود زي مثلا مانشستر سيتي. فالاندية بعد قوانين الفير بلاي بقت تتحايل بالموضوع ده، انها تعمل تتفق يعني مع شركات ضخمة من الرعاة بتوعها ان هم يدفعوا مبالغ فيها شوية ما كانتش معتادة، على اعتبار ان هم يغطوا بها الصفقات. لكن اليويفا النهاردة ألمح للموضوع ده، طبعا ما قالش بشكل مباشر، لكن ألمح ان هو مراقب الموضوع وان هو هيحقق في الموضوع. واعتقد ان دي كانت زي اشاره ان لو حصل شيء من هذا القبيل الويفا مش هيبقى يعني مش هيتجاهل الموضوع ده، وربما تحصل فيه مشكله. فانا اعتقد ان يعني بشكل او باخر برشلونه هيأمن نفسه برضه بان هو ربما يتخلى عن حد او اثنين من نجومه، زي مثلا ربما فيراتي او ربما انخيل دي ماريا، نجوم اللي سعرهم عالي شويه، علشان حتى يأمن على الاقل جزء. ده بالنسبه لباريس سان جيرمان، هو اللي يتخلى عنهم ليه برشلونه؟ لبرشلونه طبعا، ربما لبرشلونه او لغير برشلونه. طيب عايز اسالك، طيب في الصفقه بتاعه كوتينيو يورجن كلوب بيطلع يرد بيقول ان كلوب مش للبيع، على الرغم ان في كلام ان برشلونه حطت 100 مليون يورو ثمنا لكوتينيو. هو طبعا كلوب بيحاول بكل ما اوتي من قوه ان هو يحافظ على كل نجومه، وعلى راسهم طبعا كوتينيو، هو سوبر ستار الفريق واهم عناصره. الاغراءات كبيره جدا، خصوصا ان في رغبه عند كوتينيو ان هو يروح برشلونه. يعني كوتينيو لم ينفي هذا الامر، وبرضه خرجت انباء ان هو اتفق على بنوده الشخصيه مع برشلونه، لكن طبعا اداره ليفربول يورجن كلوب بيحاولوا بكل الطرق ان هو على الاقل حتى يقعد سيزون، يعني على الاقل يقعد السيزون ده، وده الاتفاق المبدئي معاه. لكن انا اعتقادي الشخصي ان ربما طالما في ضغط كبير جدا من برشلونه بالشكل ده، اعتقد ان ربما تخلص الصفقه بمبلغ كبير شويه، الا بقى طبعا لو قدر كلوب ان هو يقنع كوتينيو بشكل شخصي. يعني طيب كان في كلام من جويل ماتيب المدافع الكاميروني
ان كان بيصرح لاحد المواقع العالميه ان المدافعين هيواجهوا مشكله كبيره جدا في مواجهه صلاح. وحتى ساديو ماني طلع قال ان سالوه مين اسرع انت ولا صلاح، ساديو ماني طلع قال صلاح اسرع. هو يعني من الحاجات اللطيفه جدا ان في تصريحات رائعه في الفتره اللي فاتت عن صلاح. ماتيب زي ما انت اتفضلت قلت، وكمان بينالدوم هو واحد من اهم نجوم ليفربول على خط الوسط برضه اتكلم عن صلاح بشكل كويس جدا اول امبارح. فصلاح عنده ميزه ما شاء الله ان هو موفق، يعني صلاح اول ما راح لفيورنتينا رغم انه كان خارج من تجربه محبطه جدا مع تشيلسي قدم نفسه بشكل رائع في نص السيزون حتى ما كملش سيزون، واول ما راح روما ما شاء الله في وقت قياسي بقى نجم نجوم الفريق واحد من ابرز نجوم الكره الايطاليه كلها. نتكلم ان هو مجرد ما حط رجله في الملعب في ليفربول في ثلاث مباريات قدام بيسجل ثلاث اهداف، فهو والناس كلها بتتكلم عنه بشكل رائع ومنهم هدف طبعا بانطلاقاته الشهيره بالسرعه الكبيره جدا. فهو ما شاء الله موفق، واعتقد ان التصريحات دي وظهوره المميز في المباريات الوديه هيدي له طبعا دفعه كبيره جدا، وان شاء الله يعني ان شاء الله هيكون الموسم ده مختلف تماما عن تجربه تشيلسي اللي كان فيها قله خبره وكان لسه اسمه مش كبير، كان فيها عوامل كثيره جدا اثرت عليه، لكن طبعا محمد صلاح 2017 يختلف تماما عن محمد صلاح 2013 و2014 يعني. طيب احنا نروح بقى من ليفربول اروح لمانشستر يونايتد والتعاقد مع ماتيتش. اخيرا مورينيو لقى ضلته في لاعب خط الوسط المدافع وجاب ماتيتش في صفقه البعض بيقول 48 مليون جنيه استرليني، البعض بيقول 50 جنيه استرليني، لكن مش مهم القيمه، المهم ان مانشستر يونايتد اعتقد ان هو ماشي يا احمد في الطريق اللي يقدر يعمل قائمه يحاول ينافس بيها على الدوري الانجليزي، وفي نفس الوقت هو تاهل للتشامبيونز ليج بعد فوزه بالدوري الاوروبي. لاعب خط الوسط الدفاعي هو العنصر الاهم في تشكيله مورينيو في اي فريق. يعني لو نفتكر نرجع بالذاكره شويه لما كان في تشيلسي كان ميكاليلي هو العنصر الابرز، ويمكن كل الناس اتكلمت عن ان ريال مدريد خسر قيمه زي ميكاليلي وراح لتشيلسي وكان هو جنب لامبرد واسيان خط وسط رهيب، كان هو الباور وهو المحرك الرئيسي لتشكيله تشيلسي كلها. النهارده هو عنده ثلاثي قريب جدا في الكواليتي، عنده دلوقتي ماتش قدامه هيريرا وقدامه بوكا، هم بالضبط تيبيكال ميكاليلي ولامبرد واسيان. فانا اعتقد ان ده بس انا هقول لك حاجه، يعني بتوع مانشستر يونايتد احرف شويه. متفق معاك جدا فعلا لعيبه كوره بشكل اكبر، ودي ميزه وجود ماتش، ميزه وجود ماتش ان هيريرا وبوكا هيتحرروا ونقدر نقول من دلوقتي لجمهور مانشستر يونايتد وللعالم كله استنوا هتشوفوا بوكا ازاي في السيزون ده، لان بوكا السيزون اللي فات في غياب لاعب هولدنج ميدفيلدر او لاعب خط وسط دفاعي بقدرات كبيره كان بيتكتف بالمهام الدفاعيه. وده حقيقي، امكانياته الكبيره جدا ما تظهرش في الثلث الاخير من الملعب وتمريراته العظيمه اللي الحاسمه مع يوفنتوس. فانا اعتقد ان المستفيد الاول بشكل شخصي من ضمن ماتش هيكون جوبا، والمستفيد طبعا على الشكل الجماعي هيكون مورينيو وفريق مانشستر يونايتد. انا شايفها صفقه مهمه جدا يعني. بالتاكيد انا شايفه برضو بنفس الشكل ان ماتيتش من اهم الصفقات. طبعا ناقدنا الرياضي الجميل احمد فاروق بشكرك شكرا جزيلا، مداخله رائعه استفدنا فيها في كل الاخبار العالميه. ده كان آخر خبر معايا النهاردة، حتى أن ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.